السلام عليكم خاوتي أزول، تحية لكل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينا جديدة، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف، وتحية عطرة لكل شعوب المغرب تونس ليبيا وموريتانيا. حصة اليوم خاوتي نتكلموا على تأجيل وإلغاء انتخابات الاتحاد الجزائري لكرة القدم وموقف عصابة سيدي موسى بقيادة الناخب الوطني جمال بن ماضي. ما هو موقف بن ماضي من هذه الانتخابات؟ هل ماذا موقفه؟ سنتكلم عنه في هذا الموضوع. حاجة اللي شابة هذه المرة هي أصحاب القرار في الدولة الجزائرية لم يسمعوا ولن يسمعوا للخط الأحمر والخط الرمادي، لن يقوموا بالسماع له. لماذا؟ سنتكلم في هذا الموضوع. لماذا؟ ما يخفى لكمش، خرجت بعض الأبواق اللي قال لك باللي قدام زيان إيغيل هو رجل الإجماع، وخرجت كل عصابة سيدي موسى تساند فيه. احنا عندنا مصادرنا وعندنا الوثق تاعنا، باللي انا بروحي دقت باللي كاين حاجه سكوت تام لعصابه سيدي موسى، ولكن جا عندنا الخبر اليقين. هو يفتحوا روحهم ولا ما يفيقوا. الثوره الزراعيه والبورت بارول تاع بالماضي تاع الملف الثقيل وكذا اللي كان يمشي فيه، راكم تعرفوه صلاح بي عبود، يتمشى ويقول إيغيل هو الكونديدا اونيك، هو الكونديدا المليح، هو الكونديدا الشباب ويستاهل وفيكي وغادي يصوفي ليكيب ناسيونال ويصوفي كذا وناخب وطني سابق. يتمشى ويديروا في الحملة الثورة الزراعية. الثورة الزراعية ما حبهاش تحشم، درتها في تاع الزاوت بزاف بريزيدون، خرجت لك على خاطر قلت الثاني باللي إيغيل هو الرئيس القادم. أنا قمت بالحكتين معلومة، قمت بالتحريات. الحمد لله عندنا الناس اللي تقوم بالامور ويجيبونا الخبر الموثوق. قال لك وي الثوره الزراعيه راهي ساند قلبا وقالبا في الدم زيان، ومن هذا نقول لكم باللي هو الرئيس القادم. هو قالها، ولكن جاتكم الضربه الموجعه ليله السبت عن تاجيل الترشيحات، وحينها غادي تفيقوا بواحد الامور يا جماعة عصابة سيدي موسى. مازال ما تتأكدوا بأنكم انتهيتم، وهذيك الحال اللي كان عندكم بكري ما بقاش. من بعد قمت أنا بالتحريات، قلت لماذا هما باش يديروا الريمونتادا لإيغيل؟ باسكو آخر 28 إيغيل لابار تاعو طلعت في الترشيح، جابوا لي دوسي بزاف باش خدموا بالفار الاحمر تاع مدان، جابوه دخلوه. بني ويوي قال لك مدان الدوسي اللي يكون فيه هو يكون رئيس اتحاديه. بني ويوي هوايش في اليسار، هوايش ما يخموش، يقول لك اه مدان داروا مع ديك الكليك، ما يسيرش الدوله بغات فلان، راحوا يجاروا يمدوا الدواسان الإيغيل وجماعه على بالك خدموا لهاش إيغيل. ربي جاب له الناس شياته صمبيتي، جاب له ربي شياته. المهم ما يجيش واحد من الاصدقاء راهو هذا الهدف تاعهم، ما يجيش واحد يخدم الفوتبول اجي، خاص تبقوا غير صباح جماعه ليبريم والمصالح. فائده والحاصل راح سائق الحافيه المونجا الوامي واجتمعوا وكل شيء وجابوا له الولاء والمبايعه من الناخب الوطني. جمال بن ماضي يبايع قدام زيان، ولكن ريمونتادة السلطه اسقطت القناع، اسقط كل شيء من الدوله. سمعت باللي بن ماضي راه مزكي قدام زيان، ماعرفش مزكيه في السلطه، زكاه بينه مرحبا بصحتك راهي ليك، وجاب له الولاء والمبايعه، جابها على سياق الحافله وصلاح بها عبود. ومزيان قال لهم انا ما عندي حتى مشكل مع بن ماضي، وراه قاعد الدنيا هانيه وسما صافيه. جابوا له الولاء، دوك الولاء رجع اوتوماتيك، اللي قتل بن ماضي مد الولاء، يمد المبايعه والولاء، المبايعه يبايعه تابو، ها ولا هذا ولا ملك ملوك الكره الجزائريه. بن ماضي ما فهمتش الدرس يا خويا، ما تدخلش في هذه اللعبات، ما جابوا حشاوها لك عصابة موسى،
ما كاش مشكل كوتش مرحبا بك تطاطا وغير هكا كبرت له اوه معايا كوتش انا ها مقدش معايا درقوا عليا باش انا صبت وما تحب المعلومات ما تجينيش انا يا عزرا هنا من غير ما عطيت لي في المعلومه تجيني ما عندي ما دير المعلومه تجيني ادوميسيل انا تجيني تجيني ما عندك ما تطيقش نحيها لي انت هذه سموها هذا سموها هذه سموها موهبه ما تطيقها حاجه تاع ربي هذه ربي سخرنا لنا الرجال يعطونا المعلومات تجو ما تعطوني فو منا والفو منا تمدوا لي الفو انا ما تمد لي الفو انا ما ناكلها يا ودي نروح نخرب منا ومنا جاب له المبايعة والولاء من عند سائق الحافلة ويغير صاي فرحان هو الرئيس صاي داروه مساعد منه طا 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 أرواح أرواحو باكم لا تصبروا ها ما تتقلقوش ها كيما نتوما تخدموا ها كاين ناس تاني راهي تعس فيكم تاني داير لكم الفيزيون ها واحد الاستراتيجية تبدلت يا الخاوة تبدلت الاستراتيجية تاع الضرب ديريكت وجه لوجه كضربك بالصمارة الناس خدمت لكم بالصمارة ربي يعاونهم انا جميع اللي حارب عصابة سي موسى وجماعة التملق راني معاهم انا غير بالدعاء ومعليش للاسف الدولة ماشي للاسف صافي بليزير ارواح الماضي مدان غير ستاك ستاك ارواح هيا ما كانش فاضي هيا روبورتي الو اروح انت مرحلة انتقالية وجي يجي الديناصور يكرازيكم ويروح هذا سلاكم ما حبيتوش تحشموا مازالكم منا وناخبوا وثاني نشقشوا ونبدلوا وراه راجع لي وصار يباع بودوي الكوتش راه معاه وغير عنده ديك وعنده ديك صار يعبوت هكاكي يا بقروح رقاد ما كاين فيها والو صاي كليتو شربتو صاي فات الترا صاي درتو الكره الجزائريه رديتوها في الدامه دمرتوها الكره الجزائريه تدمير شامل ولينا ما نسوش قمره الدوله خاصها ثلاث استراتيجيه اي غير 70 عام بتجيبوه هنا يكذب لك يكذب الفاف ما عندوش دروا يترشح شانكم كنقولوا هذا يغير حاجه كبيره وقوه اقليميه وما نقبلوه باش يجيبوا وجدنا واحد بصح خاطي هذا حياته هو ينهب وخرجنا واحد رجل الإجماع ها هو رجل الإجماع لا ها رجل الإجماع يو شو بس يدي بلا تتغير رجل الإجماع باسكو ولي مشي سيدك بالماضي راه راضي عليه تغيرني أنا هذا السيد اللي عايزة تصوله ولا ما يدي ولا مسكين غير الشيطة باطل تغنات وصاي سنقول لكم بالمرصاد بإذن الله هم يمناخب الوطني لحقاتك الضربه الثانيه ما شاوروكش من حوز بزاف لان انت كنت ضد ذهب بزاف والان ضد كنت باغي يجي غير وهاك مشروك من تنحات الانتخابات ضربتين مجاعتين في الماضي افهم الرساله لازم تفهم الرساله بلي انت ناخب وطني وفقط ناخب وطني. النتائج من تحكم عليك ميم اللي غادي يجي ما غادي يدير لك والو هني راسك يعطيك كاع الامكانيات لاكان ولكن الهضره في لاكان الريزيطا هي تبروفي تجيب لنا فينال كوب دافريك ولا دومي فينال اونتر دومي فينال فينال مرحبا ما جبناش دومي فينال لازم يكون كلام اخر انا مانيش ما عنديش انا الرسمي ولكن النتائج هي ما تحكم عليك الان النتائج تحكم عليك بالماضي درت النتائج ريا خويا حاجه ما تخصكش بصح خاسر رابح انا معاك خط احمر وزير السعاده لا القصيده راحت ما الدوله نحاتها الدوله قالت لك سي بون ريح كوتش خاطينا وخاطيك راح لك الشاي باللونغري سي بون صانع روح ساعه الفاف كوتش خدم في التيرا ونسى الفيدراسيون خليني نقولوها لك نساها وقعد ربي يعاونك انا ما نبغيش في عده امور ولكن طونك راك باقي ما عندي ما ندير ما عنديش انا القرار باش ناخذ انا ما النتائج هي تحكم درت النتائج ريا ما درتش النتائج تلحق خياتك كونسونطري مع تيرا ربحت مساحتك اخسرت عاش ما عرف قدره تحيه لكم خاوتي وانتو تري يبقى لاجيري وكاين شي واحد اخر تحياتي.